مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وجمعة مباركة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وصالح العبادات والطاعات. مرحبا مجددا في فقرة النقاش التي تأتيكم مباشرة عبر قناة البلاد ضمن غرفة الأخبار لنهار اليوم. استغل هذه السانحة وهذه الفسحة لأجدد التهاني للأمة العربية والأمة الإسلامية من خلالكم أيها المشاهدون الأفاضل بالسنة الهجرية الجديدة، كما سنستقبل الأسبوع المقبل أو بحر الأسبوع المقبل ذكرى غالية على قلوبنا، ذكرى عاشوراء، وهو يوم من أيام الله سبحانه وتعالى نجى فيه الله سيدنا موسى. إذن سنحاول أن نتطرق إلى هذه المسارات والسياقات التاريخية ونحاول أن نسقطها على الحياة اليومية للمواطن. كيف يمكن استنباط مآثر وكيف يمكن استنباط واجبات علمية وكذلك عملية في الحياة اليومية من تاريخنا الإسلامي ومن سير وتراجم الأولين. سنحاول أيضا أن نتكلم على أثر الهجرة النبوية في هذا الواقع وفي هذا الزمن لبناء المجتمعات وكذلك الحفاظ على الأوطان. هاتي النقاط وأخرى يسعدني أن أتطرق إليها رفقة ضيفي هنا في البلاطو، الشيخ جلول قسول الإمام وعضو لجنة الإفتاء الوزارية. مرحبا بك شيخ. مرحبا بك الأخ سفيان، شكرا لقناتكم الكريمة وشكرا للمشاهدين والمتتبعين لحصتكم. نعم، الله يبارك فيك. وشيخ خليني أجدد لك التهنئة بداية بالسنة الهجرية الجديدة. شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، هاجر هجرة لنصرة هذا الدين ولنصرة أصحابه والحفاظ على أرواحهم وليتصل الرسالة المحمدية إلى هذا الزمن بعد أكثر من 14 قرن. كيف يمكن اليوم ونحن تكلمنا على هذه الهجرة وتكلم عليها السابقون مدة 14 قرن هم يتكلموا عليه، هاجر النبي رحلة الهجرة بمن استعان، من كان رفيقه، صاحبه أبو بكر الصديق، أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، معناه كل القصة أصبح يعرفها الصغير والكبير. لكن يجب أن نتكلم على هذه القصة ومآثرها وآثارها على واقع اليوم. كيف، ما الذي يمكن أن يستنتجه أن يستخلصه أن يستفيد منه المواطن اليوم من قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أكيد بأن مناسبة الهجرة هي أم المناسبات، وهي أصل عدة مناسبات أخرى انبثقت عن هذه المناسبة لأنها هي الأصل. القراءات التي كانوا يقراها الناس أو يتكلمون عنها أو يريدون إظهار مقاصد هذه المناسبة كثيرة، ولعل مدة 14 قرن ربما تكون هناك قراءة تأتي بعد قراءة وقراءة تأتي بعد قراءة ونتاج بعد نتاج، لعل القراءة الصحيحة لم نصل إليها بعد. احنا نعرف بأن الهجرة في اللغة أو في المصطلح الفقهي أو في المصطلح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجانب المادي، ولكن البعد المقاصدي لهذه الرحلة، البعد المقاصدي لماذا؟ نعرف بأن هذه الهجرة بعد ما كانت الناس مجتمعون في دار الندوة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلوه ولا يخرجوه ولا يبعدوه، الطريقة التي يمكن إبعادهم عن هذا إبعاده عن هذا المجتمع حتى يعيشون في أمن من ناحية دينهم ومن ناحية وطنهم ويصبحون أحرار في بلدهم، كأن يعني وبالتالي اتهموه بالجنون، اتهموه بالتقصير وما إلى ذلك. ولعل ما يلفت الانتباه هو أن الأمر هذا خطير جدا. نعم، وما دام الأمر ذلك كذلك فإن في دار الندوة أول حاجة راح نتكلم عليها أن الشيطان حضر شخصيا، حضر شخصيا تمثل في رجل من القبائل يسمى أبو مرة، وكان كل ما يطرحوا إشكالية كيفية نخرجوا ولا نعاقبوه ولا كذا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اهتدوا إلى أنهم يجمعون من كل قبيلة واحد
حتى يتفرق دمه بين القبائل العرب، ومن ثم تتفرق التهمة كما نقولوا احنا، وتصبح المتابعة غير، ومن ثم تبدأ هذه القصة. لكن احنا ما نركزوش على الأحداث المادية التي ظهرت في هذه القصة كغار حراء وكصاحبي في الغرائض، ثم في الغرائض يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. نركزوا على حب الوطن، وكي نقولوا حب الوطن بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج قال إنك لا أحب البلاد إلي، كما ورد ذلك في حديث عبد الله بن عباس، إنك لا أحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. النظرة المقصد البعيد ولا المقصد القريب هو أن الناس يظنون بأن حبه لبلده بسبب مكتسبات أو ما يتحصل عليه في بلاده من رزق ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن زراعات ومن أموال ومن كذا. الحقيقة لا، فإن وطنك حتى ولو كان ما تكونش أنت تحصل عليه حتى على شيء، لأن هذه بالضرورة أنك تخاف على ممتلكاتك أو تخاف وتحب وطنك لأن عندك فيه إمكانيات، لأن عندك فيه بناءات، لأن عندك فيه أموال، فيه مستثمرات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعيد عن كل هذا، يعني بمعنى أنه يحب وطنه لشيء آخر، لبحث الرسالة، للكرامة، للعزة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ثم هنا ينطلق هذا الزخم نتاع هذا الحدث، هذا تغيير في الخطاب، تغيير في الخطاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخاطب مع المؤمنين قلة قليلة، فئة قليلة اللي يذكرها الله تبارك وتعالى، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولهذا كان يقول أيها المؤمنون يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اسمعوا ماذا يقول في أحاديثه وفي خطاباته وفي توجيهاته، كان يقول أيها المؤمنون. صح، وصل كان هذا القوم نتاعو اللي عاشوا معاه أخرجوه بالسيوف وبالمكايد وبالحيل، وترك علي بن أبي طالب في مكانه لإعادة الأمان حتى لا يقولوا هرب بأموال الناس، وهم يعرفون بأنه أمين، وأن كان هناك ما كاش ملوك باش يضع في الإنسان أمواله شيء. البنك الوحيد المأمون والبنك الوحيد اللي فيه عدم الخوف على الأمانات هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا رغم عداوتهم كانوا يعطون الأموال والأشياء الثمينة تخبأ عندنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صح، وبالتالي عندما راح وعندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ترك علي لإعطاء الأمانات الأخرى، ولكن هم عندهم قراءة أخرى في هذا الموضوع. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى أمره الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صح شيخنا، كل هذه نكمل الفكرة هذه. عندما وصل إلى المدينة، نعم، هذا الإنسان اللي كما نقولوا احنا اللي راه مغبون في سكنته ومغبون في ماله، وأخرجوا من ديارا بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، كما نقولوا احنا جاء مهاجر ما عنده، إذا هنا يتربى فيه الخوف ويتربى فيه الهلع وتربى فيه عدم الأمان على، ولكن هو راح بكل أمان بكل سلام، وهنا استقبله يقين في الله، وهنا استقبله طلع البدر علينا. نعم، هل هو يقين هؤلاء في الذين الناس أخرجوه بالسيوف، وهؤلاء الذين استقبلوه بالدفوف، فتحوا لهم البيوت، استقبلوه بالدفوف. نعم. صح صحيح، هل هذا يقين في الله سبحانه وتعالى؟ طبعا هذا يقين بالله ويقين بالرسالة. نعم، اليوم على أنه صاحب رسالة. اسمح لي اتفضل. كي راح النبي صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة يقول يعني يخاطب الناس ولا يخاطب الكافرون، من اعتدى علينا نعتد عليه، ومن وقف ضدنا نقف ضده، ومن يحاربنا نحاربه وقتل وكذا كذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا كله، رغم الموقف، لأن الموقف اللي راه موجود فيه الآن يقتضي بداهة أن هؤلاء يعني مصابون بصدمة كبيرة، خرجوا من ديارهم وأموالهم كذا، ويروحوا فيما يقول افشوا السلام. افشوا السلام، يعني معناتها أن هذه الرسالة اللي راه جاية الآن يشر السلام، مش يشر السلام أو السلم بمفهومها أن الإنسان يكون متسالم، لا، وإنما السلام ب
أدوات السلام. نعم. بمعنى هذا أن كل ما من شأنه أن يفسد بين العلاقة بين المهاجرين والأنصار أو بين المهاجرين أنفسهم أو بين الأنصار أنفسهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان كلام يؤدي إلى العداوة والبغضاء نهى عليه، وإذا كان فعل يؤدي إلى العداوة والبغضاء نهى عليه، ونهى على الغتبة ونهى على النميمة كذا. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وهذه كلها تبين لنا بأن الإسلام لم يأتي بالشعائر هكذا بدون حكم أو بدون أحكام. الشعائر مثلا بقاش، هو صحيح أن أول ما بنى يعني بنى المسجد وربط الناس بخالقهم وأخى بين المهاجرين والأنصار، والقصة معروفة لا تحتاج إلى زيادة في التوضيح. نعم شيخ. هذا المسيرة اللي تكلمت عليها للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكيف أخرجه أهله وكيف استقبله أهل المدينة، منها توارت كثيرا في الكتب وفي المدارس صحيح. وفي المؤسسات، من الجميع أصبح يعرفه. لكن خلينا نسقط هذه القصة على واقع اليوم، الواقع المعاش، على مجتمع اليوم، شباب اليوم، أسر اليوم، عائلات اليوم. بارك الله فيك. كيف يمكن أو ما الذي يمكن أن نستشفه؟ أثر هذه القصة، أثر هذه الهجرة، أثر يعني نقدر نسمو ثمرات هذه الهجرة. نعم، ثمرات هذه الهجرة على واقعنا اليوم. بارك الله. أنا كمواطن، أنا كشاب، الأسرة ماذا تستفيد؟ العائلة ماذا تستفيد؟ المرأة ماذا تستفيد من هذه القصة ومن هذا الموقف التاريخي؟ ولهذا عندما احنا ندرس الأبعاد نتاع الهجرة، نعم، والفوائد نتاع الهجرة ولا ثمرات الهجرة، ننظرها من هذه الزاوية. معنى هذا أن الحدث التاريخي معروف، أن الحدث التاريخي معروف ونعرفه كلنا، قرأناه وكلنا. لكن ثمرت هذا الحدث إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كل أعماله يعطينا رسائل ويعطينا آيات ويعطينا أحاديث ويبين بأن أول إحنا نقف عند هذا المعنى، افشوا السلام. نعم، افشوا السلام. وش معنى السلام؟ بمعنى السلام بينك وبين نفسك، بينك وبين عائلتك، بينك معناتها ما تنشروش مؤديات أو الأعمال التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء. ولهذا في القرآن الكريم نجد الله عز وجل الله يعني أمر الله تبارك وتعالى عدم السب وعدم الشتم، وهذه معروف هذه الأمور. يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم. معناتها كاين آيات تعلمنا كيف نكون مسالمين وكيف ننشر السلام. واش معناتها السلام؟ تنشر السلام السلام عليكم، لا، وإنما السلام هو سلوكيات ومعاملات. سلوكيات ومعاملات. نعم. فإذا كان الإنسان قال عندما يروح يتوضا مثلا، كاين أسرار كبيرة، قال بالماء عندما تنقي الفم نتاعك، ليس معنى ان من بقايات الطعام ولا من بقايات الشراب ولا الرائحه ولا لا، وانما تنقي نفسك من الكلام اللي اكلت به اللحم اخيك. لا اله الا الله. ولا الكلام اللي فرقت به بين المرء وزوجه. ولا مشيت بالنسبه للغتبه والنميمه. اذا كان ايضا تغسل يديك، مش من الغسل الظاهري أو الطهارة الظاهرية، وإنما الطهارة المعنوية. أنت غسل يديك من آثار الذنوب. تقصد شيخنا أنه لكل طاعة وعبادة بعد روحي. بعد روحي. نعم، بعد روحي عند الله سبحانه وتعالى. وهذا البعد الروحي هو اللي بمقداره وبمقامه وباستحضاره يكون الثواب ويكون الأجر، مثل الصلاة أن يكون الأجر والثواب. هذا المثال بالخشوع. لكن شيخ خليني أقول لك اليوم كيف يمكن الاستثمار في هذه القصص، في هذه المآثر بالنسبة للأوطان. مثلا تتكلم على السلام، تتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، ترك وطنه وترك بلده وراح إلى المدينة. احنا اليوم نتكلم حتى لا نصل إلى هذه المحطات، حتى لا نصل إلى العدوات والصدمات، كيف نحافظ على أوطاننا من خلال مسيرة ومن خلال الاستثمار في الوقائع والأحداث التاريخية لهذا الدين الإسلامي. يعني أكيد أكيد. وبالتالي أدرك إحنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. نعم. إحنا أدرك الآن قال بلي الهجر ما كاش. الهجرة ما كاش. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر وأعطى لنا هذه الدرس تاع الهجرة،
وهاجر لإعلاء كلمة الله وبنى مجتمعا في المدينة. نعم وقالنا لا هجرة بعد الفتح، ولكن الهجرة ما زالت مفتوحة، الهجرة الفردية ولا الهجرة الجماعية ولا الهجرة أي نوع من الهجرة، معناتها أن الإنسان يهجر من السيئات إلى الحسنات. الذنوب والمعاصي إلى الطاعات والعبادات. ما تقولش بكري كان الهجرة بكري كانت كاينة الهجرة من مكة للمدينة، هذوك يا خويا ما تهاجر لا من مكة لا من المدينة. ما هاجر في روحك. لم هاجر في نفسك. جاهد روحك. فقط. والذين جاهدوا فينا معناتها الجهاد. لأن ديننا إلا كان كنت الإنسان يجاهد في الكفار أو يجاهد في فرنسا أو يجاهد كذا. هذاك طبعا نوع من الجهاد، ولكن لا ينتهي هنا. معناتها الجهاد دائما يبقى مستمر مع الحياة تاعك. فتجاهد نفسك، تجاهد الغرائز تاعك، تجاهد طبيعتك، وربما هذا أكبر جهاد. أكبر جهاد ولا أكبر هجرة. معناتها الإنسان عندما يهاجر من الرذائل إلى الفضائل. ويهاجر من السيئات إلى الحسنات، ويهاجر من فعل الأعمال اللي نهى الله تبارك وتعالى، ولا يهاجر من حدود الله تبارك وتعالى إلى مرضات الله عز وجل. وقوم هذا هو الهجرة. ما أنت ما زال عندك إمكانية باش تهاجر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المسير. ومن ثم وهذه تكون في جميع مناحي الحياة. نعم. في مناحي الحياة. وعندما قلنا هذه الأفكار اللي رانا نحن مثلا بثوها عن طريقكم وعن طريق مساجد وعن طريق الدروس كذا، إذا لم يحسن استغلالها قد يكون أذاها أكبر من نفعها. مثلا احنا بعض عندما نكثرت حبنا لديننا وحبنا لوطننا وحبنا لنبينا وكذا، قد نتجاوز الفكرة اللي ربما محددة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو أفكار تكون عندها الحكمة والأحكام باش نوصلها طيبة طاهرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب صحابته كيف كان يعلم دعوة سبيل ربك بالحكمة والموعظة. نجيبك على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى، الناس استدلوا بهذه الآية، ما أدري لماذا يستدلون بها، يخوفون الآباء ولا الأمهات من الأزواج ومن الأولاد، إنما أموال في سورة التغابن، إنما أموالكم وأولادكم إنما أموال إن من أموالكم وأولادكم عدو لكم عدو لكم فاحذروهم. ويحبس هنا كيما ذاك اللي يقول لهم ويل للمصلين. لا بصح شيخ هنا كاين من التبعيض. لا هي طبعا، ولكن احنا ماهوش، يا ريت لو كان يتكلموا على هذا الكيفية وقال من التبعيض، معليش. ولكن كم لا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. دونك اذا كان هنا هاو الاسلام، يعني نورانية الاسلام او حكمة الاسلام، اننا نستعمل الاسلام ربما بأفكارنا القصيرة أو القاصرة لضرب الإسلام أو مفاهيم الإسلام. أنا أقول للناس عندما يأتي بأي نوع أي موضوع من المواضيع، لا تأتي به هكذا، فتأتي بالآيات وسبب نزول الآيات وتقرأ قبلها وبعدها، ستجد الحل في القرآن الكريم، تجد أن الله عز وجل إن من زواجكم وأولادكم عدو لكم. إيه واش يقول الله تبارك وإن تعفوا، هذه ما كاينش اللي يقولها، وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور. معناتها يعطينا الآليات اللي رفع الخلاف ولا اللي رفع النزاع، ولا نقدر نسمو آليات لإمكانية التعايش. أنت صاحب اللي عندك المرأة ولا الزوج الأولاد ولا كذا عداء بمفهوم العداوة، ولكن قال ما شاهد القرآن الكريم يقول لك كمل الآية وإن تعفوا وين راهي، وتصفحوا وين راهي، وتغفروا وين راهي، تراك تحب الجزاءات من عند الله عز وجل. نعم. تريد من الله تبارك وتعالى هو الذي يجازيك، مش الابن تاعك ولا الزوجة تاعك، ومن ثم التعامل معهم في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى. علاقتك بينك وبينهم هي اللي أمرك الله تبارك وتعالى بها. قال لك باللي ولادك ولا زوجتك عدو لكم، صح؟ قال باش ما يأمروكش انت باش ترفع للحرام ولا تأتي لهم بأكل الحرام
ولا تسعى من أجل إغرائهم أو من أجل إطعامهم بالحرام. مش بيكونوش عدو لك أنت سبب في إطعامهم، تكون سببا في تعذيبهم. ومن ثم قال وإن تعفوا معليش وتصفحوا أثر الذنب أو أثر وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نعم سبحان. ولا يقول إن مثلا في آية في هذا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر لكم، هذه القصة معروفة. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر. أردت من هذا أن رسائل الهجرة ولا رسائل المناسبات الدينية، لأن بعض الناس ينظرون إلى الإسلام أنه جاء بالعنف وجاء بالقتل وجاء بكذا. إذا علمنا أن 80 غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، غزوة وسارية مثلا 80، نديروا إحصائية كم قتل في هذه الغزوات، تتصور باللي بلك مليون. احنا عندنا في الجزائر من واحد 45 ألف. إذا قلت لك أنا باللي في النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وبحكمته وبدينه في 80 غزوة، في 80 سارية، في 80 غزوة لم يتجاوز العدد 251. يعني إذا علمنا أنه 251 ألف نصر يتموت في غزة، مجلسة الإسلام بالعنف، بارك الله. أردت من هذا أن الإنسان يحتوي أن الإسلام جاء لنشر الفضيلة. نعم شيخ، أيضا من بين أهم القصص الواردة في تاريخنا الإسلامي وأهم الوقائع قصة نجاة سيدنا موسى التي سنستقبلها هذه الذكرى الأسبوع المقبل، اللي فيها صيام 9 وعشرة أو 10 و11 خلافا لليهود. ما الذي يمكن استخلاصه أيضا من هذه القصة قبل أن نختم القصة شيخ؟ والله العظيم هو قصة سيدنا موسى عليه السلام قصة من أروع القصص اللي هي في القرآن الكريم، واللي ذكرها الله تبارك وتعالى في الصراع العنيف والمباشر بين الأعداء، أداء الدين وأداء الله تبارك وتعالى، وبين كيف أن الله تبارك ينصر عباده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، معناته الله تبارك وتعالى يسر، وما النصر إلا من عند الله. طبعا تحضر أننا في هذه القصة اللي هي عجيبة وكبيرة ومبثوثة في القرآن الكريم في مواقع مختلفة. نعم. بكيفية مختلفة تعطي كل مرة تعطينا دروس وعبر. لا يمكن للإنسان أن يقف عند هذه الأحكام هذه الحكم في وقت قصير، يعني لأنها ذكرت في صور متعددة وفي مواقع متعددة وفي مناسبات متعددة. سيدنا موسى عليه السلام في عندما كان طفلا، عندما رباه فرعون، وعندما كان كل هذه الأمور عندها أبعادها الدينية وأسباب انتحاء، وأن الله عز وجل ينصر رسله، وأن الله عز وجل ينصر دينه، وأن الله تبارك وتعالى غالب أمره. نعم غالب أمره. إذن ذكر هنا فقط ربما للتذكير أن معية الله عز وجل مع عباده سواء كانوا رسلا أو أنبياء أو أشخاص. إذا كان الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق، ما ظنك باثنين والله ثالثهم، الله ثالثهم. إذا كانت القوة والإرادة والعناية والربانية والإلهية معك، أين تخاف؟ صحيح. وهذا إذا سيدنا، لكن هذه درجة متقدمة جدا من اليقين، من الإيمان، من الإيمان واليقين. كيف يمكن أن يصل إليه أو كيف يمكن أن نصل إليها اليوم؟ كن مع الله يكون معك. إذن هنا سيدنا موسى ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه القصص، كي قال الله تبارك وتعالى كي شاف باللي قوم فرعون وجند فرعون والبحر أمامه والعدو خلفه، وش قال؟ هذه الوقفة اللي يقف عندها الإنسان، اللي تعتبر مربط الفرس. قيل له، قال له جنوده، إنا لمدركون، ورانا رايحين، البحر أمامنا والعدو خلفنا، ما عندناش الهروب، ما كاش مجال الهروب، ما تلحقنا لدرجة الأخذ بالأسباب، ما كاش القنوط، خلاص ما كاش القنوط. ومثل هذه على المؤمن أن يقول، قال ما بالك، كما قال كلا إن معي ربي سيهدي. ولهذا نصح المشاهد الكريم ولا المشاهدة الكريمة دائما ما يلحقش للقنوط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة، مهما كان الذنب ومهما كانت الظروف. نعم
ونعرف بأن الدنيا هي ابتلاء، ونعرف بها اختبار وامتحان، والآخرة وهذا عندنا العبرة في الأنبياء تاعنا. قال إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أنت ذلك تكون في مهمة وفي أزمة وكذا، كلا إن معي ربي سيوجهني، سيعاوني، سيقف معي، سيخرجوني، سيرحموني، سيغفر لي، وهكذا هكذا. ومن بعد هنا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كله فلق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. والقصص في هذا المعنى كثيرة جدا، ولكن نحن نأخذ فقط زبدة القصة اللي نستفادوا منها. نعم. اللي احنا نستفادوا منها. ومثال الله قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والهجرة والدروس اللي فيها والعبر، وقصة سيدنا موسى أيضا قال باللي أننا نحترم الأنبياء وأننا نقدر الأنبياء وأننا على سنة الأنبياء. قال هذاك اليوم الذي صام فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باش يذكرنا باللي كان هناك النبي اسمه موسى أجاه الله تبارك وتعالى في هذا اليوم. فصيام صيام شكر لله، صيام شكر لله تبارك وتعالى، وربطك بالله عز وجل بالله تبارك وتعالى. قال دائما الانسان كي يبغي هكذا يعني يصوم لله عز وجل ويطلب من الله تبارك وتعالى ان يعينه على نوائب الدهر. نعم، وفقنا الله واياكم شيخنا على نوائب الدهر، وربي ينصر هذا البلد نصرا مؤزرا. شكرا لك شيخ جلول القصور على كل هذه التوضيحات وعلى كل هذه الاضاءات التي قدمتها لنا اليوم، والشكر الكبير لكم انتم اوفياء قناه البلاد في كل مكان. وصلنا الى ختام العدد من فقره النقاش نهار اليوم، ما برامجنا مستمره لكن بعد هذا الفاصل.